نعم يعني احنا سنويا معدل انه بنسجل مثلا 500 حاله، ها اذا سجلنا مثلا 700 حاله معناته في حصل عندنا في السنوات القريبه وباء يعني بالاردن؟ لا 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 لم يحصل، لا لا لم يحصل. بس انا اللي بدي احكي انه احنا بالنسبه للمدارس حملات التوعيه، حملات التوعيه بدايه كل موسم دراسي او سنه دراسيه يتم وضع خطه توعويه لكافه يعني بكافه مديريات الصحه وبكافة المراكز الصحية، وبتم توعية الطلاب والهيئات التدريسية في المدارس من خلال المراكز الصحية المنتشرة في كافة أنحاء المملكة، وكل مركز يتبع له عدة مدارس، وبتم التنسيق ما بين إدارة المركز وإدارة المدارس لإعطاء المحاضرات التوعوية للطلاب وللهيئات التدريسية بتنسيق مسبق. يعني احنا بنحكي مع بدايه أنا الموسم انا بدي احكي لك انا بدي احكي لك طبعا هاي من بدايه المدرسه انا بدي احكي لك انا زوجتي مدرس نعم انا لما بشهر 10 قالت لي اجى عندنا اليوم طبيب فلان الفلاني واعطانا اعطانا محاضره توعويه عن موضوع كذا وكذا انا كنت اذكر في المدارس عن الاسنان اكثر شيء وعن الاسنان فيه وبعدين عدا ذلك احنا عندنا في برنامج الصحه المدرسيه الطبيب بزور المدرسه في خلال السنة الدراسية مش أقل من 15 زيارة، مش أقل يعني أقل إشي 15 زيارة. ليش؟ لأنه في عنده 4 صفوف لازم يفحصها، الصف الأول، الصف الرابع، الصف السابع، الصف العاشر. فبالتالي بنصك لأنه ما بقدر يفحص. ما هي الفحوصات التي يجريها مثلا؟ يجي فحص كامل، فحص عام، كامل. فحص عام للطلاب، زائد في الصف الأول في تطعيم وفي الصف العاشر في تطعيم، الصف الرابع والصف السابع متابعة للوضع الصحي للطالب، زائد إذا كان مش ماخذ مطعوم سابقا بطعمه يعني. طب هل تم إعطاء الطلبة في المدارس بالذات الصف الأول أو الثاني الطلبة الصغار مطعوم الإنفلونزا؟ مطعوم الإنفلونزا ولا أي دولة في العالم تعطي مش للطلاب، للشعب كله. في زي ما تفضل لا ساعات لا نحكي عن فئة معينة يعني احترازيا. نعم. لا لا ما في ولا بأي يعني بأي توصيات منظمة الصحة العالمية لكل الدول، وإحنا يعني هاي منظمة الصحة العالمية هي مظلة لكل الدول طبعا. صحيا وساعات النائب حكى يعني إنه بالنسبة في عنا فئات عالية الخطورة وهاي احنا بنركز عليها، ويعني وانا من هذا المنبر بدعو كل الناس اللي من ضمن هذه الفئات انه السنة القادمة ياخذوا المطعوم. السنة القادمة لانه يعني بتهيأ لي الوقت فات الان انا بحكي عنها هسه. نعم انا بدي احكي عنها بس السنة القادمة انا بحكي السنة نعم. القادمة للفئات ذات الخطورة احنا بنوفره في وزارة الصحة. دكتور احنا شعب دساي، احنا شعب نساي يعني لو حكينا لا لا بالذك لا لا راح السنه القادمه لا السنه يعني القادمه تكون المعلومه لا بقيت في لا لا السنه القادمه ان شاء الله راح نذكر. نعم راح نذكر هذا دورنا احنا كوزاره الصحه نعم. واحنا ان شاء الله بنقوم يعني بدورنا كما يجب. يعني ممكن نبدا من بدايه شهر 9 نعم من بدايه شهر 9 زي ما تفضلت سعاده النائب شهر 9 شهر 10 المفروض ياخذ الواحد المطعوم. وزاره الصحه بتوفره للفئات عاليه الخطوره نعم. زائد الكوادر الصحية لأنهم بتعاملوا مع الإصابات فبالتالي معرضين أنهم ينصابوا بالفيروس. هسا بالنسبة للي سألتيني عنه بالنسبة للمطعوم نعم. المطعوم إذا أخذه الشخص في الوقت الحالي هو لا يعطى للمصاب وانما يعطى اكيد للمصاب طبعا لا مصاب خلص انصاب يعني الانصاب يعني. بحاجه لدواء وليس للمطعوم اصلا يعني تكونت عنده مناعه من الاصابه نعم. بالفيروس افضل من المطعوم فبالتالي يعطى للشخص اللي غير مصاب. وبعد قرار معالي الوزير يوم الخميس لما كنا في مجلس النواب هناك صدر قراره بتخفيض سعر المطعوم 50% طبعا وصل القرار للصيدليات وشفنا من خلال التقرير اللي بداية لكن ماذا نستفيد الآن من المطعوم في الوقت الحالي؟ نستفيد لكن بكفاءة أقل مما إن أخذنا لكن نستفيد في كل الحالات يعني. لأنه عندنا الموسم لساته يعني أقل من نصه يعني ضايلنا يعني 3 شهور يعني بتحكي شهر 1 وشهر 2 وشهر 3 فالثلاث شهور هذول يعني اليوم دخلنا بالمربعانية يعني بعز البرد اليوم يعني مربعانية. بعز الموسم زي ما تفضل ساعة النائب انه المطعوم اول ما يتاخذ بده من 10 ل 14 يوم تيبلش يولد اجسام مضادة للفيروس فبالتالي بصير تدريجيا يرتفع بوصل للبيك ل يعني درجة عالية وبعدين ببلش ينزل فبالتالي الفترة اللي ظلت 3 شهور فهي يعني بتحمي هالإنسان. طبعا هو المطعوم بشكل عام كفاءته من 60 ل 70
70% فقط، يعني مش كل واحد الطعم انه ما بنصاب، لا يعني 70% ما بنصابوا، لكن في 30% راحين ينصابوا حتى لو الطعموا، بس بتكون درجة الإصابة خفيفة، الأعراض خفيفة، ممكن يشفى يعني لحاله بدون أي علاج. بالنسبة للعلاج زي ما حكيت بيصرف في كافة المنشآت الصحية سواء عامة أو خاصة مجانا، ولا ينصح وأنه يأخذ المخالطين لأنه هو ليس وقاية وإنما علاج. يعني العلاج التاميفلو هو علاج للإنسان اللي يصاب. واحد مش مصاب، يعني مثلا واحد في العيلة انصاب ما بصير بقية العيلة يأخذوه، لأنه هو مش وقاية وإنما علاج. نعم يعني ربما تكون له أضرار أيضا. نعم يعني أيضا سعادة النائب يسجل على وزارة الصحة بعدم متابعة في الإعلانات واليافطات والحملة التثقيفية للمواطنين بشكل عام، ليس فقط على مستوى المدارس، يعني كما يقول يعني هناك حملات للنساء افحصي يعني. نعم احنا هسه بدي احكي لك شغلة، يعني لو ما في توعية عند المواطنين كان ما بيراجعوا المستشفيات امبارح او اول امبارح. احنا بنراجع المستشفى لما الفاس بتصير بالراس. لا خلينا أقول لك، بالنسبة للمراجعين مستشفى البشير 7000 مراجع في يوم واحد، رشحة حرارة إيش هدول؟ رجعوا راجعوا لأنه صار في عندهم أعراض، لأنه إحنا صرنا نقول أي واحد بشعر بأي أعراض للإنفلونزا يجب عليه مراجعة أقرب مركز صحي أو أقرب مستشفى ليتم تشخيصه من قبل الكادر المتواجد في المنشآت الصحية وإعطاءه العلاج المناسب. ممكن ما يعطوهش علاج، ممكن يعطيه نصائح تكون خفيفة، يعطيه نصائح صحية ويروع البيت، ويمكن يأخذ علاج ويروع البيت، وإذا كانت حالته تستدعي الدخول بدخل. وزارة الصحة عممت على كل مستشفياتها لفتح غرفتين، غرفة ICU وغرفة عادية مش ICU للتعامل مع حالات الإنفلونزا الموسمية. يعني هسه عندنا مستشفياتنا كل مستشفى فيه غرفه الاي سي يو من 3 أسرة وغرفه عاديه 3 أسرة، يعني لا يعني هاي احتياط، يعني دكتور هي احتياط نعيم. نعم. لكن هل تكفي سعاده النائب غرفه بثلاث اسره بالاي سي يو ل انفلونزا الخنازير؟ يعني في الحقيقه يعني الان غرف العزل يجب ان يكون غرف عزل لعزل المريض عن المرضى الاخرين، وعندما اضع في الغرفه 3 مرضى في البدايه يعني عدد الغرف لا يكفي. ثانيا أن أضع 3 مرضى في غرفة وأن أسمي هذه الغرفة غرفة عزل لم تصبح عزل. هل اسمها هي غرفة ICU وليست غرفة عزل؟ يوجد غرفة عزل في ICU ويوجد غرفة عزل في القسم. في القسم نعم. هذا المتعارف به في كل المستشفيات. نعم. البروتوكولات الصحية في كافة الدول تقول إنه مريض الإنفلونزا لا يعني ما بصير إنك عطوفتك تعزل. عطوفتك. نعم. لا يصح. نعم دكتور. ما بصير عزله. يعني ما ليس بعوض حتى ممكن يكون عنده أعراض وتروح على البيت كمريض الصحايا يعني بحاجة لعزل. لا يعني ممكن يكون عنده أعراض بسيطة وتروح على البيت ما بتعزله. ليس كل مريض يعني اللي حالته بتستدعي الدخول طبعا، وهذا بيكون حالته يعني ضيق نفس شديد مش قادر يتنفس مش قادر يقوم ما بيمشي مش قادر يقوم بلا بأي واجب من واجباته، فبالتالي بتم ادخاله في المستشفى. نعم. مش كل الحالات اللي يعني معظم الحالات يعني اكيد لا يعني 7000 واحد 95% في يوم واحد رجعوا البشير 95% من الحالات بتم علاجها وتشخيصها وعلاجها وبتروح بيروح على بيته. فانا مثلا لما رحنا على الكرك سعادتك رحت انا كنت مرافق مع الوزير وكان في 3 حالات موجوده في المستشفى مستشفى الكرك، ورحنا على المستشفى العسكري بالمناسبه، رحنا على مستشفى الكرك وعملنا جوله ورحنا على 3 مرضى، اثنين منهم غير مثبت انه انفلونزا H1N1 وطفل واحده عندها H1N1 وكان وضعها جيد، وكانت يعني يا في نفس اليوم يا ثاني يوم بدهم يخرجوها، حاطينها في المستشفى بس للاطمئنان على حالها.